مصر وإسرائيل والغاز. النهاردة في تطور كبير جدا في العلاقة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز. حقيقة أنه عشان نبص على القصة من بدايتها لازم أحكي لك تفاصيل علاقة مصر بإسرائيل في مجال الغاز، لأنه أنت مش بتكلم على علاقة وليدة النهاردة ولا علاقة وليدة حتى السنة اللي فاتت، بنتكلم على علاقة بدأت في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك. العلاقة دي مرت بانتكاسات كانت مهددة للغاية للاقتصاد القومي في مصر، ودفعت فيها مصر ثمن باهظ، والآن بتحاول مصر إصلاح ما كان يمكن أو ما كان سيتم إفساده في عملية العلاقة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز، اللي كان الشعب المصري هيدفع ثمن كبير جدا غرامات لصالح إسرائيل على تفجير خطوط الغاز اللي حصل في سنة 2012، والمحاكم الدولية يعني ادت لإسرائيل مبالغ ضخمة او حكمت بمعنى صح ليها بمبالغ ضخمة. هذكر لك كل القضايا اللي تم الحكم فيها لإسرائيل، ولكن النهاردة قبل ما اقول لك السردية من البداية لازم اقول لك حكاية انه النهاردة دكتور طارق الملا وزير البترول المصري بيلتقي بحسب بلومبرج بيوفل شتاينتز، وده اللي هو وزير الطاقة الإسرائيلي، كمان بيلتقي ببنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل للاتفاق على خط انابيب او خط غاز عفوا مصري اسرائيلي بيمر في البحر اوفشور، لكمان يكمل يعني الخط الموجود اونشور بين اسرائيل ومصر اللي هو خط العريش عسقلان او عسقلان العريش، ثم يتجه الى دمياط، وده الخط اللي كان عليه المشكله واللي حصل ليه ضرب قبل كده. نحن في تفاصيل مهمه جدا عن تطور العلاقه بين مصر واسرائيل في مجال الغاز اللي بيساعد في تحويل مصر لانها تكون ريجنال هاب. تابعونا. اهلا بكم مشاهدينا متابعي القناه، وشكرا جدا ليكم على تشغيل الفيديو. بنبارك المصريين اعاده افتتاح محطه اساله غاز دمياط بعد توقف دام اكتر من 8 سنين من سنه 2012، من يوم ما الخط التصدير المتجه لاسرائيل توقف عن العمل والمحطه دي ما بتشتغلش. النهارده المحطه بتعود لعملها، والنهارده بتيجي شحنه او يتم تصدير شحنه لاوروبا عبر ميناء دمياط ومحطه اساله الغاز اللي هو محطة إسالة غاز دمياط. عشان انت عندك محطتين إسالة في مصر بيعتمد عليهم في منطقة شرق المتوسط. حقن الغاز لما بيسال بيسمى كده سوبر تشيلد، يعني شديد التجميد، عشان ما ينفعش يسال في شكل درجة حرارة متوسطة. كمان النهاردة بنسرد مع بعض الحكاية المصرية الإسرائيلية، لأن النهاردة وزير البترول المصري بيزور إسرائيل وبيقعد مع يوفل شتاينتز وبيقعد كمان مع بنيامين نتنياهو. الحقيقة إن احنا بنتكلم على العلاقة بين مصر وإسرائيل، فتم التوقيع بين مصر وإسرائيل على تصدير غاز إسرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار. القيمة دي أو الصفقة دي تصدير غاز لمدة بتكلم في حوالي من سنة 2020 لغاية سنة 2034، على كل هذه المدة. طب التصدير ده هيتم منين؟ الحقيقة إنه في خط انابيب او خط غاز عسقلان العريش دمياط. الخط ده موجود اوريدي من ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك، كانت ساعته بتتكلم في حوالي 7 مليار ادم او 7 مليار متر مكعب تحديدا من الغاز في السنه. لما اقول المتر يعني بنتكلم في حوالي 35.3 ادم. الخط ده عشان يتكلم في 7 مليار متر مكعب غاز في السنه، دي كاباسيتي مش بالدرجه الكافيه لانها تعجل وتسرع في نقل الغاز الإسرائيلي لمصر، اللي بنتكلم فيه قيمة صفقة حوالي 15 مليار دولار أمريكي. طيب الحل هو أن يكون في خط بديل أو خط ثانوي أو موازي داخل البحر عشان ينقل الغاز من إسرائيل لمصر، والحاجة الثالثة ممكن عن طريق السفن، ولكن الحل الأحسن والأفضل هو نقل عن طريق خطوط الغاز. الحقيقة أنه العلاقة المصرية بإسرائيل مرت بمنعطفات خطيرة جدا في مجال تصدير الغاز. اتفاق مصري إسرائيلي كان في البداية حسني مبارك على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، وكان الاتفاق مستمر لغاية ما جه عمليات تفجير خطوط الغاز الإسرائيلية أو المصرية الإسرائيلية. وخط الغاز ده كان مفروض أنه مسؤول عنه أو كان بيسمى كده EMG أو Eastern Mediterranean Gas، دي الشركة المسؤولة عن هذا الخط. والخط كان في مساهمة من شركة تايلاندية اسمها PTT، الشركة دي مسؤولة عن 25% من هذا الخط مع عدد من المساهمين الآخرين. هل بعد تفجير هذا الخط في سنة 2012 حصل تطورات خطيرة جدا، توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ومع هذا التوقف تعطلت المصالح الإسرائيلية المعتمدة
على الغاز المصري. هنا بدأت إسرائيل ترفع دعاوى قضائية عن طريق الشركات المتعاقدة مع الشركات المصرية لتصدير الغاز. يعني الشركات المصرية هي المصدرة للغاز، هي الممثلة للحكومة المصرية. يعني بنتكلم من جانب مصر على شركة اسمها مثلا ايجيبشن جاس بايبلاين، وشركة اسمها اي جاس، شركة مصرية معروفة. دي الشركات اللي كانت بتمثل مصر او تمثل الحكومة المصرية مقابل شركات اخرى اسرائيلية زي شركة الاي ام جي او غاز شرق المتوسط. الحقيقة كمان انه الشركات دي رفعت اسرائيل دعوة قضائية على الشركات المصرية، مش بس دعوة. يعني مثلا شركة الكهرباء، كهرباء اسرائيل رفعت دعوة قضائية على مصر، كسبت فيها او اتحكم لها فيها بمليار و700 مليون دولار. الحين الحكم ده كان صعب جدا على مصر. الحكم ده كان في حيثيات وفي اسبابه، انه لما تقال ايه اسباب هذا الحكم، اتهمت اسرائيل مصر او الشركات الاسرائيلية، الشركات المصرية، بانه مصر لم توفي بما تعاقدت عليه من تصدير كميات الغاز المتفق عليها لإسرائيل. حاجة تانية سببت في خسائر كتيرة جدا للمؤسسات الإسرائيلية، وجعلت الشركة الإي إم جي مش قادرة تلبي التزاماتها مع الأطراف المتعاقدة معها. الحاجة التالتة وفي اتهام خطير جدا الناس مش واخدة بالها منه، مصر جت في عهد قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فترة من 2011-2013، فترة دي تحديدا في حكومة من الحكومات المصرية قامت واخدة قرار في منتهى الغباء، وهو تعديل سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل انفراديا أو فرديا بدون الاتفاق مع الشركات الأخرى اللي كانت متعاقدة على هذا الاتفاق في عهد حسني مبارك. وبالتالي التعديل الفردي للعقد تهمت أو اتهمت فيه الشركات الإسرائيلية الشركات المصرية بأنها أخلت بالاتفاق، وده كان أحد أسباب القضية التي كسبت فيها إسرائيل حكم بمليار و700 شركة كهرباء إسرائيل، مليار و700 مليون جنيه، رقم ضخم جدا. ولكن اللي حصل أنه المفاوضات المصرية قدرت تنزل حوالي المبلغ ده 500 مليون دولار بتدفعها مصر الآن، ودفعتها مصر تحديدا لإسرائيل. بتكلم على أنه المبلغ ده اتحكم لإسرائيل 500 مليون دولار، دفعة أولى بتدفع حوالي 60 مليون دولار في أول دفعة، بعد كده بتدفع على 8 سنين دفعة، كل نص سنة بتدفع حوالي 16 دفعة على 8 سنين، يعني دفعة نصف سنوية. ومن ضمن اتفاقات الدفع لمصر لإسرائيل أنه مصر هتتلزم بهذا الاتفاق، وان لو مصر ما قدرتش تدفع لمدة شهرين، من حق الشركات الاسرائيلية، من حق اسرائيل انها تسحب التزامها، او يعني تقاضي مصر، ولكن ترجع الفلوس اللي مصر دفعتها وبعدها تقاضي مصر. لكن حركة ذكية جدا، مهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المصري عمل حركة في منتهى الذكاء، بانه قام بانه قال اي تعاقد مع شركات اسرائيلية او اي تعاقد من مصر واسرائيل في مجال الغاز لن يتم الا بالتنازل عن دعاوى قضائيه رفعتها اسرائيل على مصر. هو كان في دعاوى قضائيه تانية طبعا، كان في دعاوى قضائيه اخرى بقيمه 288 مليون دولار على مصر وعلى الشركات الممثله للجانب المصري او الحكومه المصريه. الدعوه دي تم تصفيتها وما فيهاش اي مبالغ تم دفعها للجانب الاسرائيلي. مش بس كده، شركه بي تي تي التايلانديه اللي قلت لك تتكلم في 25% من الاسهم الخاصه بالخط الغاز او خط الانابيب عسقلان العريش، خط الغاز المودي للعريش ومصر، الشركه دي رفعت او كانت بتحاول انها ترفع، فكرت في رفع دعوه بمليار، طلبت بمليار دولار على الجانب المصري، واتهامات كانت مختلفه وكبيره جدا. ايه اللي عملته الحكومه المصريه من سنه 2014 لغايه الوقت لتفادي الموقف السيء في مجال الغاز، بعيدا عن الاكتشافات اللي حضراتكم عارفينها، وبعيدا عن تسوية وتقسيم الحدود البحرية اللي مكنتك من اكتشاف حقول رفعت من احتياطاتك للغاز، ووكالة بلومبرج بتقول النهاردة ان انت ستصبح من اكبر 10 دول على مستوى العالم بعد عمليات تطوير صناعات الغاز في مصر. النهاردة كحكومة مصرية من 2014 بتكلم مع عهد المهندس شريف اسماعيل، حتى عملت خطوات في منتهى الخطورة. مصر دخلت عن طريق شركة مصرية اسمها اي جاس، مع شركة اسرائيلية مساهمة اسمها ديلك دريلينج، وشركة اخرى في ولاية تكساس اسمها نوبل. الشركات دي عملت كونسورشيوم او ائتلاف مع بعض، ودخلوا في مضاربة في بورصة تل ابيب الاسرائيلية عشان يشتروا ثلاثة مع بعض في مضاربة اسمها امد، عشان يشتروا اسهم في الخط الانابيب او خط الغاز اللي جاي من عسقلان لمصر او لبورسعيد ودمياط والعريش زي ما حضراتكم عارفين. اشتروا حوالي بالمساهمة دي حوالي 39% من هذا الخط، وده مكن مصر من مزيد من السيطرة
على هذه الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز من إسرائيل أو من مصر لإسرائيل والعكس. وبالتالي بعد السيطرة دي، يعني ما كلمك على إيجاس الشركة المصرية اللي هي غاز شرق المصرية، الشركة دي من 39% حصلت على أسهم نسبة 50%، أما بالنسبة لنوبل اللي موجودة في تكساس حصلت على 25%، كمان ديلك حصلت على 25%. فهنا أنت وصلت لأنك تبدأ تسيطر على الشركة المسؤولة عن الخط الخاص بالغاز من إسرائيل لمصر، وبالتالي لم يعد هناك داعي لرفع دعوة قضائية على مصر فيما حدث مسبقا، لأنك سيطرت وأصبحت أنت تعتبر شبه مالك للشركة المسؤولة واللي كانت مسؤولة عن المقاضاة لمصر في مجال الغاز. بعدها حصل اتفاقات بين مصر وإسرائيل على أن إسرائيل تصدر لمصر الغاز ليتم إسالته في محطات الإسالة المصرية الموجودة سواء في إدكو أو في دمياط، ومن ثم إعادة تصديره لأوروبا. الحقيقة أن الناس تيجي تقول مصر بتستورد الغاز من إسرائيل، مصر مش عندها غاز، يبقى احنا كده يعني انتوا كده بتخدعونا وبتقولوا احنا بنستورد الغاز. الحقيقة لما تيجي تبص على موقع زي انتربرايز بيقول انه استيراد مصر للغاز من إسرائيل هو بيساعد جدا في جعلها مركز اقليمي للغاز وبيقوي من طموحاتها في تصدير الغاز لاوروبا. كمان الميزه الاضافيه اللي موجوده عندك كمصر هي وجود محطات الاساله زي محطه ادكو ومحطه دمياط. يعني بكلمك محطه دمياط دي مثلا قدرتها في الاساله كلام في حوالي 1.8 مليار ادم مكعب يوميا، ودي قدره ضخمه جدا. القدره دي مش موجوده في الدول المجاوره. انت ما توقفتش عند ده، عملت منتدى غاز شرق المتوسط عشان تقدر تعمل كنترول بيوازي مثلا منظمة أوبك في مجال البترول. كمان المنظمة دي بتضم الدول اللي هي أكثر قدرة في مجال الغاز في شرق المتوسط، نتكلم على قبرص واليونان، نتكلم على إسرائيل، نتكلم على مصر، نتكلم على الدول اللي هي إيطاليا مثلا، نتكلم على فلسطين حتى موجودة في المنتدى. وكان الدكتور طارق الملا أو المهندس طارق الملا وزير البترول كان موجود في رام الله اثناء زيارته برضه لاسرائيل يوم الحد الماضي. وجود منتدى زي ده بنعمل ارينجمنت او تنظيم لعمليه ادفاع على صفقات الغاز. يعني مثلا بكلمك في انه يوم الحد اللي فات اثناء جلوس رئيس او وزير الطاقه المصري المهندس طارق الملا مع المسؤولين الاسرائيليين ومع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب بلومبرج، اتكلموا على اتفاق مع دول لتحويل حركه السفن بدل ما تنتقل بالبترول وتنتقل بالفيول اللي هو غير نظيف، تكلم على انها تنتقل ويكون حركتها بالغاز، وده مصدر نظيف جدا للطاقة مقارنة بالبترول. ده اتفاق كان الكلام عليه اثناء الجلوس، وده بحسب بلومبرج. الكلام برضو على انه يعني مثلا اسرائيل نفسها عانت الاسبوع ده من تلوث بحري خطير ومدمر لشواطئها، تأثيره سيدوم شهور بل ربما أكثر من عام بسبب أن ناقلة نفط، عشان إسرائيل بتتكلم على أنه تركيزها أكثر مع الغاز، ناقلة نفط سكبت غاز في قبالة سواحل إسرائيل على بعد حوالي 40 كيلومتر أو 40 ميل بحري من سواحل إسرائيل، فلوثت كل الساحل الإسرائيلي بطول سواحلها جنوبا حتى اتجاه شمال تل أبيب. كل ده موضوع إسرائيل متأثرة جدا بهذا الموضوع بيئيا، وبالتالي ادفع على انه تصدير الغاز المصري وزيادة مزيد من تعزيز الصادرات الاسرائيلية لمصر في مجال الغاز، اسالة الغاز ثم تصديره من مصر للجانب الاوروبي. النهاردة انت نقلت الغاز ده في شحنة او في ناقلة نفط كبيرة عشان تنقل الغاز ده، بكرة هتنقل الغاز ده عن طريق انابيب بتمر باليونان ثم اتجاه غربا نحو ايطاليا، لانه بحسب بلومبرج برضو بكل مصادر هسيبها لك في الديسكريبشن انه اتجاه اوروبي الان للاتجاه او للتحول الى الاعتماد على الغاز بدلا من مصادر الوقود الغير او الضارة بالبيئة او الغير نظيفة زي البترول وزي الفحم. النهاردة اوروبا بتتحول لانها تعتمد على مصادر اكثر نظافة للبيئة ومصادر يعني جيدة للبيئة عن الغاز او عن البترول وعن الفحم، وده بيساعد في تعزيز موقف مصر، تعزيز موقف الدول اللي بتعتمد على الغاز او الدول اللي بتصدر غاز في المنطقة. وخلال الايام الجاية هتسمع تطورات اكتر بعد افتتاح محطة الاسالة الموجودة في دمياط عشان تعرف سبب تعطل هذه المحطة. بكلمك في انها توقفت عن العمل من 2012 وحتى الان، اختلاف في الاتفاقات مع الشركات، حتى الشركات نفسها اللي كانت بتنقب عن الغاز في مصر الشركات دي انسحبت وتركت المجال، واصبحنا بعد ما كنا بنصدر الغاز في قبل 2011
اصبحنا دولة لا تصدر غاز، اصبحنا نستورد الغاز في وقت من الاوقات. النهاردة انت بتعود لريادتك في تصدير الغاز، واصبحت دولة مصدرة الغاز في العالم. وعايزك تسأل اي حد موصل غاز طبيعي، عشان اختم بقى الفيديو، موصل غاز طبيعي عنده في البيت، قول له استهلاكك من الغاز الطبيعي عامل ازاي عندك في المنزل. بتمنى في نهاية الفيديو ان كل مصري يوصل لها غاز طبيعي في المنازل، ونتوقف تماما عن استعمال الانابيب المنزلية اللي بتمثل حوالي 4 أضعاف الغاز الطبيعي في ثمنه. في النهاية بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.